70 في الستينيات، كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه لاعب علو مطر والسايس وريعه، كانوا تحت السن وكسبنا المباراه الشهيره اللي انت عارفها بتاع قطاع الناشئين، واحنا لعبنا بالفول تيم ومكسرين الدنيا وخسرنا برضه في نفس الوقت اخر ماتش اللي فات بتاع السوبر. أيوة. يعني احنا لو تعادل ماتش اربع خمس مرات نكسب. ايوه وخسرنا. أيوة. هي دي حلاوه ومتعه كره القدم. طيب بعيدا عن الامنيات فنيات، مين يكسب يوم السبت او بكره يعني ان شاء الله؟ انت ما تقدرش تقول مين يكسب ماتشات اهلي وزمالك ايام مستر مانويل جوزيه، اقول لك احنا كسبانين على طول. من وجهه نظرك الفنيه لا، الزمالك الافضل والبدايل افضل في الزمالك تمام، لكن حاله اللعيب يوم المباراه ايه هو ده المقياس بتاع اللعيب المصري مهيب.